ناس او في ستات وبنات عندهم حاجات معينه كده خط احمر ما ينفعش اعدي ده. انت من رايك ايه اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل تبقى خط احمر كده وما تقدريش تتهاوني فيها او تعديها كست؟ الخيانه وان انا هنا عليه بجد. يعني خيانة دي رقم واحد عشان كده. ويعني خيانة ان هو يفكر في واحدة تانية يحب واحدة تانية ان هو عارف ان هو يحب واحدة تانية عليا دي اكتر يعني حاجة ما اقدرش انا اسمح فيها. خيانة. الخيانة اول حاجات ده حقيقي. اي حاجة تانية بتتعدى يعني. لكن الخيانة بيبقى خلاص حصل شرخ جوه الست دي عمرها ما هتعمل له تاني حتى لو استمرت. في ستات بتستمر عشان ما عندهاش مكان تاني عشان ما عندهاش وظيفه تصرف على الاولاد. دي حاجه نقطه مهمه جدا انت ركزتي عليها. الديبنس برضو احنا يعني الست دي حالتها ايه. ما هو في ستات بتقعد غصب عنها بتستحمل يعني بصوا اقصى حاجه ممكن تقلم اي ست في الدنيا انها تكمل في حاجه هي مش عايزاها عشان هي مقرره عايزاها ولا مش عايزاها. ممكن تكون مقرره حاجه جواها ولكن مضطره انها تكمل عشان ظروف الحياه صعبه. ممكن يكون ما عندهاش مأوى ما عندهاش بيت ما عندهاش فلوس تصرف على نفسها وعلى اولادها. بالزبط. فدي من الحاجات اللي ممكن تكسر اي ست. بالزبط. وفعلا ستات فعلا كتير مكمله بهذا الشكل. في رجاله بتستغل الموضوع ده اللي هو انا هعمل اللي انا عايزه وانا عارف ان كده انت كده كده هي قاعده هي مضمونه. بالظبط. لا وعايزه اقول لك ان في رجاله دلوقتي كمان مقبلين على الزواج لما بييجوا يختاروا بنت ما بيحاولوش يختاروا بنت قويه بنت عندها كارير لا انا عايزه يسيطر عليها او ما عندهاش مثلا اهل كتير او ظهر اللي هي ممكن اول ما يحصل مشكله دي بقى جوازة العمر فهتقعد معايا على طول. صح. فمش عايزين واحده بيبقى ليها ظهر. فدي اعتقد بقت ثقافه الولاد دلوقتي في اختياراتهم انهم عايزين يختاروا حد كده. بالظبط. عايزه اكسرها يعني اللي هو داخل الجواز كانها خناقه عايزه اكسرها. انت مالكيش راي من الاخر. ده حقيقي. طيب تعملي ايه لو الموضوع وصل معاكي لمد الايد؟ لا هي خلصت. يعني انا كنت حاضره من كام يوم كده برضو مشكله واحده صديقه ليا. هي برضو قعدت تستحمل مرة واثنين وطلقوا مرتين ورجعوا وفي ثالث مرة بقى رح هو وصلت للضرب فعلا وجرح قطعي خبر أبيض والله. وهو خلاص هو خدع اللي هو ان هي بتسامح 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 رجع ثالث مرة بإصابة عشان بنتهاون مرة واثنين. ده انا بقوله خدع على كده للأسف. يعني هو لو راجل محترم من الأول حتى في خلافات بتحصل بس مش توصل لمد الايد. طبعا مد الايد ده خلاص احنا كده دي ثقافه شوارع بقى مش ثقافه. انا مش خايفه عليها اصلا كده فين الحب. خلاص خلصت دي مرحله هي خلصت خلاص. طيب شروطك ايه لو عاده معتذرا ليكي وندم ندم شديد؟ هل ده جزء من المشكله ولا انت شايفه ان الموضوع ده ممكن يتكرر تاني؟ على حسب المشكله. يعني هو مثلا عمل لي ايه عشان يرجع لي؟ يعني مثلا المعامله لو هي مش كويسه لو هو بيخني انا مش هرجع له على طول. لازم اتاكد فعلا واسيبه كده فتره مع دماغه اشوف هو انا وانا بعيد انت عامل ازاي فعلا من غيري. احس ان هو فعلا ندمان من جواه وشخصيته اتغيرت. احس ان بدا يحتويني تاني. احس ان انا لا حاجه اساسيه في حياته مش خلاص ان انت موجوده كده كده ومهما عملت هرجع وهسامحك وهتسامحيني وهنرجع تاني عادي. يعني هو مفيش مشكله هتعدي الدنيا. بحس برضو ان هما يعني مبقاش في احترام بجد. الاحترام هو اهم حاجه. انا لو بيحترمني انا مش هيعمل كل ده مش هيسيبني ان انا اخوض كل ده ويسيبني لدماغي. فكره ان شخص يسيبني لدماغي. التربيه والمجتمع دلوقتي والانفتاح بشكل كبير جدا جدا اثر على العلاقات وخلى ان مفيش حد باقي على حد. نسب الطلاق زادت بشكل كبير قوي. واي خناقه عاديه زمان ما كناش بنسمع عن فرد او فردين في العيله كبيره كده على السوشيال ميديا كمان بيبقى في حاله طلاق ودي حاجه بتبقى بسيطه وبنحب نقلد الناس. بالظبط. دلوقتي بقينا نسمع عن 7-8 حالات في العيله مطلقات. الموضوع ده عادي جدا. هل الستات بقوا يستسهلوا ان خلاص الطلاق ده بقى حاجه عاديه او الجواز ده زي مثلا الارتباط فعايز جدا ما نصحى ناخد قرار الطلاق ونطلق. بعض منهم كنت لسه هقول بعض منهم في الجيل الجديد اللي لسه مش ناضجه اللي هو طب انا خدت القرار من الاول طالما انا اصلا عادي بالنسبه لي ان انا اسيبه. طب ما اترايس كده واهدأ على نفسي واشوف ايه الشخص. مش اي حد يجي لي اقول يلا خلاص انا عايزه اتجوز زي ما الناس بتتجوز. الجيل الجديد قلت كلمه جميله قوي ان البنات ما بقوش عندهم بقاء زي زمان. الست بتاعه زمان كانت بتحافظ جدا جدا على بيتها بقت تحاجي على بيتها. جوزها عنده عيوب ممكن تحاجي عليه او ممكن يظبطوا الموضوع سوا. ده كان طبعا في كل الاسر المصريه زمان عشان كده ما كانش في نسب طلاق عاليه. دلوقتي البنات محدش معظمها مش باقي على حد. يعني خلاص انت هتضايقني الموضوع بيدخل في عنده. بقينا نسمع عن طلاق حالات طلاق بعد 10 ايام. أيوه. وحالات طلاق بعد شهر. ده حقيقي. شهر وشهرين. انا بشوفها دي بقت منتشره جدا. هم اصلا مش عارفين هم بيتجوزوا ليه. ايوه يعني اللي هو هوبا يلا نتجوز خلينا بدايه العلاقات و عايزه البس فستان الابيض واعمل وبعد كده خلاص يعني خلاص شهرين ثلاثه حصل مع اول كلاش ونحب نتطلق.
وفي اهل كتير للاسف بيساعدوا على كده، ان هو اصلا معظم الولاد دلوقتي مش بيتعبوا في الجوازه يعني بتبقى ايزي، فالموضوع بيخلص بسهوله، الاهل هم اللي بيساعدوا الشاب في الجواز وكده، فخلاص اللي هو الموضوع بيخلص بسهوله جدا وكانه مفيش حاجه حصلت. نصيحه من بتول لكل البنات اللي بتشوفنا النهارده والستات اللي بتشوفنا النهارده لما يلاقوا ازواجهم كده، ونصيحه كمان من ايه لكل البنات والستات اللي بيشوفوا. انا بشوف ان الست ما ينفعش تتهاون ابدا بجد في الموضوع ده، وما تجيش على نفسها عشان راجل، الرجاله بتروح وبتيجي عادي وموجودين كتير، اهم حاجه كرامتك بجد هي رقم كده. واحد بصراحه انا بقول للبنات يعني قبل ما تشوفي زوج ليكي اختاري اب لاولادك، دايما نرجع نقول اختاري كل فقراتنا الاختيار في الجواز مهم جدا، دايما انا بقول الاختيار في الجواز حاجه مهمه جدا جدا. بنشكركم نورتونا، كانت فقره جميله جدا جدا جدا، يا رب تكون عجبت حضراتكم.